لكن خلينا كمان نتعرف على الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ من إنجلترا وصحيفة ديلي ستار، والعنوان يقول ينتهي في كأس العالم زي ما بقول لحضراتكم، ودي في إشارة للمدرب جاريس ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، اللي قالت إن عارف إن طبعا إنه بيمهد لإقالته في أي وقت عقب المونديال حال فشله في مهمته المطلوبة في كأس العالم. صحيفة ديل إكسبريس الإنجليزية جاءت عنوان بتقول فيه ساوثجيت إقالة مطروحة على الطاولة. طبعا كل الأخبار الإنجليزية حول هذا المدرب موضحة، طبعا الصحيفة وضحت إن المدرب هيتم إقالته حال فشله أكيد في مهمته في كأس العالم، وإن العقد الحالي لا يحميه من الإقالة من منصبه. طيب نروح لإسبانيا. فإسبانيا نبدأ بصحيفة سبورت الأسبانية اللي كان عنوانها أنسو فاتي الحقيقة الكاملة. الصحيفة قالت إن فاتي بيقوم بعمل محدد للعودة لمستواه، كما يشعر بأنه بيلعب أفضل كمهاجم من كونه لاعب جناح، وإن تشافي يعتقد إن عودته إن شاء الله اقتربت بشكل كبير، وإن اللاعب بيفعل ما بوسعه من أجل العودة سريعا. صحيفة موندو دي بوتريفو الأسبانية جاء غلافها للنجم برناردو سيلفا لاعب المان سيتي الإنجليزي، وقالت نعم أو نعم. طبعا وضحت كمان موندو أن صفقة انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة ما زالت مرتقبة، ولا يزال العناصر المفقودة في تشكيل تشافي هو برناردو سيلفا. دي كانت الأخبار الصحافة العالمية. زي ما بقول لحضراتكم لسه عندنا ملفات كثيرة في المحترف. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا النهاردة محمود شاكر والحديث في المحترف.